السلام عليكم. فجأة وبدون مقدمات وجد 800 من المبتعثين اليمنيين في 7 دول هي مصر والصين وماليزيا والسودان وسوريا والجزائر والمغرب وجدوا أنفسهم بدون تغطية مالية، وبين هؤلاء 100 من طلاب الماجستير والدكتوراه. القرار اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي لا تزال تمارس صلاحياتها من صنعاء ولكن تحت نفوذ الانقلابيين. وبحسب رسالة موقعة باسم نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فقد اشترطت الميليشيا الانقلابية تنصيب ناصر كباس ملحقا ثقافيا للشؤون الأكاديمية في مصر، ومنحته كل وثائق الصرف وجعلت الشيكات مرتبطة بتوقيعه. لم يكن ليتسنى لهؤلاء الانقلابيين أن يتحكموا بالمقدرات المالية للدولة لو لم توضع تحت تصرفهم، على الرغم من الاستقلال الظاهر للبنك المركزي الذي يصر المجتمع الدولي على أن يبقى بوضعيته الحالية، رغم اعترافهم بأن الانقلابيين يستنزفون الأموال لصالح مجهودهم الحربي. لم يصدر عن الحكومة الشرعية موقف محدد حتى اللحظة إزاء القرار التعسفي لسلطة الأمر الواقع في صنعاء، في وقت يواجه فيه الطلاب أوضاعا صعبة على مشارف بدء العام الدراسي الجديد. في حلقة اليوم من المساء اليمني سنتناول أوضاع الطلاب اليمنيين المبتعثين إلى الخارج المالية والدراسية. بداية أرحب بضيفي حلقة اليوم في الاستوديو رئيس اتحاد الطلاب بتركيا محمد القباطي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. كما أرحب بجميع الضيوف من الناشطين الطلابيين الذين سينضمون إلينا من عدد من البلدان. مشاهدينا نتابع وإياكم وضيفنا هذا التقرير ثم نعود لاستكمال النقاش. بين عشية وضحاها تحول المئات من المبتعثين اليمنيين في الخارج إلى أرقام جديدة في قائمة اللاجئين في أنحاء الأرض، لكن بمآسي مضاعفة بعد أن تفاجأوا بأن منحهم المالية التي كانت تصل إليهم بشق الأنفس قد قطعت. أكثر من 800 طالب وطالبة هم أحدث ضحايا الهدنة الاقتصادية التي مكنت حفنة من الانقلابيين المتعصبين من وضع اليد على مقدرات الدولة وماليتها العامة والتحكم بأرزاق الناس. مشكلتنا هي رسومنا الدراسية. استحق معظم هؤلاء الطلاب المنح الدراسية الخارجية على نفقة الدولة لأنهم متفوقون أو أن لديهم طموحا إلى تحقيق مستقبل أفضل، ويبدو الأمر بالنسبة لهم كارثيا وقد وضعوا أمام هذه الحالة السيئة من ترتيب الأولويات، إذ لم تعد أولوياتهم أن يدرسوا ويتفوقوا ويحرزوا علوما يمكن أن تعيدهم إلى وطنهم أهل معرفة ومؤهلات، بل كيف يواجهون هذا الظرف القاسي بعد أن قطعت عنهم المنح الدراسية، وهو أمر يهدد وجودهم كمبتعثين ويحولهم إلى لاجئين بلا فرصة حقيقية للعيش بالكرامة التي يستحقونها. بعضهم أوقف وبعضهم أسقط نهائيا من الكشوفات، كما يكشف عن ذلك بيان صادر عن رابطة الطلبة اليمنيين في موسكو، حيث يوجد 313 طالبا وطالبة حرموا من مستحقاتهم المالية. سطو على الدولة والمؤسسات والمرتبات يتلوه سطو على المستحقات، ولكن هذه المرة ليشهد العالم كله على الكارثة التي حلت بوطن اسمه اليمن منذ أن تمكن هؤلاء من الاستيلاء على عاصمة اليمنيين ودولتهم. إذا بداية مشاهدينا الكرام ننوه إلى أن المستشار الثقافي بالسفارة اليمنية في موسكو الدكتور أنور الصبيحي خص برنامج المساء اليمني بتصريح أكد فيه ما جرى لحوالي 320 طالبا يمنيا هناك، وأن ما تم قد حدث دون وجه حق، لكنه لم يستطع الظهور معنا لارتباطه باجتماع الآن كما ذكر. أستاذ محمد، بداية كيف تلقيتم نبأ حرمانكم من المستحقات، خصوصا أن الطلاب يتهيئون لبدء سنة جديدة؟ بداية أحب أشكر قناة بلقيس على استضافتها واهتمامها بقضايا وهموم الطلاب. الحقيقة تلقى الطلاب الخبر كفاجعة، يعني خصوصا أنهم مقدمين على سنتهم الدراسية الآن. تعلمون حجم الضغوطات التي تتحمل الطالب عند بداية سنة الدراسية، فما بالك عندما تكون مصاحبة أيضا لانقطاع منحته. فالحقيقة نحن نستنكر هذا الإجراء المتعسف والذي لم يتم بإخبار السفارة مثلا أو حتى بإخبار الطلاب أن هناك سيكون توقيف لهم. فكان ينبغي مراعاة الحالة النفسية للطالب كونه مقبل على دراسة في ترم جديد ومراعاة الحالة النفسية. طيب حدثنا عن الظروف التي اكتنفت عملية تلقي المخصصات المالية، هل كانت تصل بانتظام؟ ما هي الصعوبات التي تواجهكم كطلاب في تركيا؟ عادة وزارة التعليم العالي لا تلتزم بصرف المستحقات المالية بشكل دوري وفي وقتها المناسب،
نحن نتكلم أن الربع الثالث للمنح تأخر قرابة 3 أشهر، كان يجب أن يصرف بداية شهر يونيو. حتى الآن أصدرت الكشوفات وفيها 51 اسم موقف من عملية الصرف. هذا في تركيا؟ هذا في تركيا. نحن نتكلم عن 800 طالب، قرابة 800 طالب في جميع الدول أوقفت منحهم، غير أسماء المنزلين. مثلا لدينا 8 أسماء أنزلت من الكشوفات التعليم العالي بخصوص المنح. طيب بشكل عام، هل تشعر أن قرار حرمان الطلاب أو 800 طالب وطالبة من مخصصاتهم المالية قرار خرج من طبيعته الأكاديمية، خاصة أن هناك من بقي ويتلقى الأموال أو على الأقل لم يسقط اسمه من هذه القوائم؟ هل هناك استهداف في هذا القرار؟ ربما يكون الأمر كذلك. نحن نتكلم أنهم طلبت الوزارة التعليم العالي كشوفات تخص الطلاب، تقاريرهم الدراسية ما قبل اختباراتهم النهائية، ما قبل استكمال دراستهم للعام المنصرم. فشعرنا بداية أن هناك إقدام على قطع المستحقات هذه من طلبهم المبكر للكشوفات، فربما يبدو أنهم يريدوا أن يوجهوا أن يقللوا مصارف الوزارة، لكن نحن نقول لهم ليس على حساب مستحقات طلابنا. الطلاب لدينا يمثلوا خط أحمر، هؤلاء هم مستقبل اليمن، يجب الاهتمام بهم ورعايتهم كي لا تضيع حقوقهم. طيب ينضم إلينا أستاذ محمد من ماليزيا الناشط الطلابي الدكتور زياد المخلافي. مساء الخير دكتور زياد. مساء النور والخير يا أخي وجي. أولا أشكر قناة بلقيس لما لاحظته من التقرير السابق، كل الصور وكل الفيديوهات كانت عن من ماليزيا. طيب أسألك دكتور زياد، أنتم تمثلون تقريبا الكتلة الطلابية الأكبر في الخارج، ما تأثير وقف يعني هذا القرار في وقف المخصصات المالية عن بعض الطلاب في ماليزيا؟ كذلك كم هي نسبة الطلاب المتضررين من إجمالي الطلاب؟ المتضررين هم 81 طالب في ماليزيا، والموقفين 225 طالب. أما العملية تعتبر كارثة بالنسبة للطلاب. الطلاب الآن نحن في مرحلة استثنائية في اليمن، الطلاب في نصف مشوارهم التعليمي، في نصف مشوارهم الدراسي، كيف لهم أن يتسنى لهم مواصلة الدراسة؟ فهي تعتبر يعني إرباك للطلاب بشكل كبير جدا جدا جدا. طيب كم هم عدد الطلاب من الدراسات العليا الذين استهدفوا بهذا القرار بداخل ماليزيا؟ تقريبا 40 طالب من الدراسات العليا و51 طالب من الدراسات البكالوريوس. ما هي الإجراءات بالنسبة لكم المتاحة أمامكم لمواجهة هذه القرارات؟ والله نحن في ماليزيا لدينا مشكلة عويصة جدا، هي كانت تتمثل في الملحق المالي المساعد مهدي صلاح، تم إيقافه من قبل الشرعية في الرياض، واعترض هناك محمد ناصر الجند القائم بأعمال وزارة المالية، وأجبرونا ودخلونا في سياسات لا غنى لنا بها ولا لنا دخل فيها من قريب أو من بعيد. ونحن هنا ما معنا إلا المناشدة والاستجداء للداخل وكذلك للشرعية الدولية الممثلة بعبد الرب منصور هاني. اتحاد اليمن للطلاب سيقيم يوم الخميس وقت احتجاجي امام السفاره اليمنيه في كوالالمبور، وان شاء الله ندعو جميع الطلاب للحضور في هذا الموقف. ونتمنى ان يستجيبوا لنا المسؤولين وان لا يدخلونا في صراعاتهم السياسيه وان نكون في منحى عن هذه الصراعات. طيب بالنسبه للسلطات الماليزيه وكذلك الجامعات هنا، كيف تتعامل معكم ومع ما تواجهونه بشكل عام؟ والله أصبحت معاملتنا معاملة لا تليق بالطالب اليمني. لو تلاحظ أن معاملة الطالب الصومالي أفضل من معاملة الطالب اليمني في الفترة الحالية، لما تتسبب به هذه الإجراءات وإقحام الطلاب بالسياسات الداخل. فنرجو أن توصلوا معاناتنا إلى الداخل. أما بالنسبة للسلطات الماليزية والسفارة فهي تتعامل معنا بتعامل إيجابي وتقدر الظروف التي تمر بها اليمن. نحن الآن في مرحلة استثنائية، وتعرفون أن البلاد هذه الأيام في حرب. نعم. وإن شاء الله تمر الأمور على خير.
الناشط الطلابي الدكتور زياد المخلافي كنت معنا عبر الهاتف من ماليزيا، شكرا جزيلا لك. محمد، هل يعني تحدث دكتور زياد عن معاناة يعني يتكبدها الطلاب هناك، هل تشابه هذه المعاناة معاناتكم أنتم هنا في تركيا؟ بلا شك، أنت تتكلم عن دول يعني الطلاب يعيشون في بلاد اغتراب، عادة الظروف تتشابه، مستوى المعيشة ربما في الدولتين يكاد يكون متساوي، فتقارب نفس الظروف تقريبا. طيب الآن تحدث يعني كانت هناك الكثير، تحدث زياد عن حوالي 40 طالب من الدراسات العليا هم ممن أوقفوا أو أوقفت مستحقاتهم المالية، هذا الأمر كيف سينعكس على مستقبل اليمن باعتبار طلاب الدراسات العليا وكذلك الطلاب المبتعثين بشكل عام إلى الخارج، هم يعني الهدف من عملية الابتعاث هي أخذ خبرات الخارج والعودة بها لبناء البلد، خاصة وأن البلد الآن تخوض حرب وتكاد تكون مدمرة، هذا الأمر كيف سيستهدف المستقبل برأيك؟ بالتأكيد أنا كما أشرت مسبقا أن هؤلاء الطلاب المبتعثين هم خيرة ونخبة الطلاب الموجودين، فيجب العناية بهم، التأثير عليهم وإيجاد قلق نحو يعني المعونة المالية المستحقات المالية هذا بلا شك يعني يؤثر على مستقبل دراستهم وسير دراستهم، وقد ربما يؤثر على يعني يؤدي إلى تعثرهم. هذا الحقيقة نحن نحمل الآن وزارة التعليم العالي إذا لم تفرج عنها مستحقات الإخوة الموقوفين 800 طالب، يعني نحن نحملهم مسؤولية تعثر هؤلاء الطلاب، خصوصا أن المنح قطعت على بداية العام الدراسي. طيب بالنسبة للطلاب، هل هناك طلاب يعني جلبوا عوائلهم من اليمن باعتبار أنهم في غربة، جلبوا عوائلهم وبدأوا بعملية شبه استقرار، بالتالي تزداد مصاريفهم هناك، هل بالفعل ذلك يحدث في تركيا؟ هذا بلا شك، يعني الكثير من الطلاب الحقيقة خصوصا من ما ذكرت يعني منهم بعوائلهم هنا موجودين في تركيا بدأوا بالاستدانة، يعني حتى أن أصبحت يعني يعانون أيضا من كيف يلبي احتياجات بيته وعائلته الموجودة هنا في بلاد الغربة، فهذا يمثل ضغط فوق الضغط التعليمي أيضا. طيب باعتبار أن هناك نوع من الكبر في أو يعني جالية إلى حد ما لا بأس بها يمنية هنا في تركيا، هل ذلك يمثل نوع من التوازن في عملية الحياة بالنسبة للطلاب اليمنيين، أم أن تباعد أماكن المدن تباعد أماكن الجامعات يؤثر سلبا في هذا الموضوع؟ أنا لا أعتقد أنه يؤثر بشكل كبير، يعني خصوصا نوعية المواصلات هنا في تركيا لا بأس بها، يعني تجعل هناك نوع من التقارب. هل هناك يعني تعاطي أو تفاعل من قبل الجالية اليمنية في تركيا؟ بلا شك، الحقيقة نحن على تواصل مباشر معهم وهناك دعم للتحركات هذه أيضا. جميل. طيب الآن كان الحديث أكثر على أن هناك خيارات، كما سمعنا دكتور زياد أن هناك لجوء إلى ما يشبه المظاهرات والتجمعات والمساعي، سمعنا أيضا أن هناك مساعي لعمل مظاهرات إلكترونية توضح ما يجري للطلاب، هل بالفعل ذلك سيحدث؟ الحقيقة نحن هنا نود الإشارة أيضا أنه هناك لجنة تنسيقية بين الكيانات الطلابية والنقابات الطلابية في العالم، يعني سبق لها العمل في هذا الأمر، من ضمنها تركيا تحتوي تقريبا 7 كيانات طلابية واتحادات ومنظمات وروابط طلابية، تهدف هذا أن تجعل يعني هموم الطالب مسموعة بشكل أكبر، يعني سبق أن أصدرنا بيانات، دعونا طبعا في البارحة من خلال هذه التنسيقية لاعتصام أمام وزارة المالية في صنعاء، أيضا نحن حاليا ندرس في اللجنة التنسيقية مع الأخوة في بقية الاتحادات إقامة اعتصامات مفتوحة في الدول هذه. طبعا بالنسبة للوقفات سبق للاتحاد الطلاب في ألمانيا أن عمل وقفة في يوم الخميس، أيضا تبعتهم تركيا في عمل وقفة يوم الجمعة، والأخوة أيضا في ماليزيا مقدمون عليها في الأول من سبتمبر، وتقريبا هناك دول الآن تتابع على عمل الوقفات هذه. جميل. طيب محمد، ينضم إلينا الآن الناشط الطلابي طاهر الصلوي معنا عبر الهاتف من موسكو. مساء الخير أستاذ هلال. هلال طاهر الصلوي. مساء الخير لقناة بلقيس على تفاعلها بهموم الطلاب في الخارج.
أهلا بك هلال. هلال، اتحاد الطلبة في روسيا بادر إلى إصدار بيان وصف بالقوي بخصوص قطع المخصصات المالية، هل هذا يعبر عن مدى وطأة هذه القرارات على وضعكم الدراسي والمعيشي، خصوصا وأنتم يعني تعيشون في موسكو التي تصنف على أحد على أنها أحد أغنى أو أغلى المدن بالعالم للعيش؟ صحيح. نحن في رابطة الطلبة اليمنيين في موسكو تبنينا هذا البيان وأصدرنا بيان قوي اللهجة وشديد اللهجة للأخوة المسؤولين في وزارة التعليم العالي، نظرا لأنه أتت هذه القرارات أو هذه الإجهافات في القرارات تجاه إخواننا والطلاب في الخارج مفاجئة، بشكل مفاجئ أتت إلينا. لا تعلم بالنسبة للمحقيات الثقافية، أنا أتكلم عن روسيا، بالنسبة للمحقية الثقافية لا كانت تعرف، لم تعلم، وفوجئت كما فوجئ الطلاب وألف الطلاب بل مئات الطلاب في روسيا. عندنا هنا في روسيا الاتحادية بلغ عدد المنزلين كسريا منزلين 197 طالب وطالبة، وعدد الموقوفين 120 طالب، أي ما يعادل 320 طالب تحت هذا الإجحاف وتحت هذا القرار الذي اتخذ بغير سابق إنذار وبغير قانون وبغير مسؤولية. طيب، هناك دعاءات من قبل السلطات الأمر الواقع بصنعاء ومن قبل الإنقلابيين على أن هناك علاقات قوية بينهم وبين موسكو، إذن لماذا يستهدف هذا العدد من الطلاب بداخل المدينة برأيك؟ لا أدري هذا الاستهداف في اتجاه الطلبة، اتجاه هذه الطبقة، لا أدري ما هذا الحق الذي يمارس اتجاه الطلاب عموما في الخارج. فوجئنا كما قلت وكما أسلفت، فوجئنا بهذا القرار المزحف، بينما السلطة أمر الواقع لا أدري كيف قررت وفصلت وأنزلت هذا العدد الهائل من الطلاب اليمنيين في الخارج. كما نعلم وكما أوتي إلينا من أخبار أنها شكلت لجنة في التعليم العالي، مورست هي بعد تخزينة قاتل للأسف الشديد، مورست ونفذت هذه القرارات التي تفاجأ فيها الجميع. بالنسبة للخارج أو علاقتهم في روسيا، نحن كطلاب لا دخلنا في السياسة التي تمارس. نحن كطلاب مبتعثين أتينا للدراسة ولا ندري ما التالي، يعني ما الذي سيؤدي هذا القرار المجحف في حقنا. أشكرك هلال طاهر الصلوي الناشط الطلابي، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو. أعود لك محمد، لم أسألك عن عدد الطلاب الذين يتلقون منحا مالية بداخل تركيا من التعليم العالي، كذلك كم هي نسبة طلاب الماجستير والدكتوراه منهم؟ تقريبا عدد الطلاب المبتعثين من التعليم العالي بحدود 260 طالب أو 250 طالب، يصل عدد نسبة الموقوفين في الماجستير والدكتوراه إلى حوالي الثلث. طيب، إذن محمد أشكرك، الآن كنت معنا، أنت رئيس اتحاد الطلبة اليمنيين في تركيا، شكرا جزيلا لك. شكرا على حضورك اليوم. ونوه السادة المشاهدين إلى أن الآن سنذهب إلى استعراض هذه المادة الجرافيكية التي تستعرض أعداد وأماكن توزع الطلاب اليمنيين الذين استهدفوا بهذه القرارات، وكذلك أبرز معاناة الطلاب اليمنيين المبتعثين بشكل عام إلى الخارج.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا تابعنا هذه المادة التي حاولت تلخيص أبرز معاناة الطلاب اليمنيين في الخارج، وكذلك حصرت تقريبا أماكن توزع هؤلاء الطلاب الذين استهدفوا بهذه القرارات الأخيرة من قبل الميليشيا. مشاهدينا الكرام، نرحب الآن بضيفنا في الاستوديو رئيس اتحاد الطلبة اليمنيين في أنقرة الأستاذ محمد العلفي. أهلا بك أستاذ محمد. محمد، يعني هناك هذه القرارات التي أصدرت بحق الطلاب اليمنيين، أنتم يعني سواء في أنقرة في تركيا بشكل عام، ما هي الخيارات المتاحة أمام الاتحادات يعني محاولة مواجهة هذه القرارات أو التعامل معها؟ في البداية أشكركم على حسن الاستقبال واستضافتكم لنا. أهلا وسهلا. ما نحاول به هو التوعية، يعني في وجدنا أحد المشاكل من قبل السفارة يخبرك يقول أنتم أعطيتونا أول الأوراق وكل ما يخص الطلاب في شهر 6، ثم نفاجأ أن التعليم العالي لم يقرأ الكشوفات وكل حالة وكل تفصيل يخص كل طالب حتى اليوم، بمعنى أن التعليم العالي طلب الكشوفات ولم يقرأ ما طلبه حتى اليوم. فأول شيء ممكن نفعله نوعي التعليم العالي أنك اقرأ ما تطلب، كيف تطلب ورق ما بدك تقرأها، هذه أول خطوة. ثاني خطوة ممكن نصعد على أساس احتجاج مستمر في السفارة إن شاء الله. طيب الآن هنا في تركيا كيف هو تفاعل أو تعامل السفارة اليمنية أو الممثلين الدبلوماسيين هنا مع الاتحاد العام بتركيا واتحاد أنقرة كذلك؟ والله يا سيدي، الاتحاد أصبح أمر واقع كونه كيان طلابي يخدم الطلاب، وتفاعلهم نوعا ما إيجابي. هل في كل النواحي، سواء في عمليات المشاكل الطلابية التي تواجهكم وكذلك المناسبات التي يقيمها الاتحاد وما شابه؟ بشكل عام هم يدخلوا الآن في تجربة جديدة سواء كانت عليهم أو على الاتحادات، فتفاعلهم ما زال مبدئي، يعني تجد أنه لا يوجد لدينا ملحقية ثقافية ولا تفاعلهم في الأنشطة بشكل عام ما زال ضعيف. ما زلنا حتى في عدة زيارات لهم نعطيهم بعض المفاتيح، يجب عليكم أن تساهموا معنا بكذا بكذا، لماذا لا تشاركوا، لماذا كذا. لدينا غياب في الحضور الثقافي في السفارة، لا يوجد لدينا ملحقية، ولكن هذا لا يعفيها أن تساهم مع طلابها، لأنك تتعامل مع اليمنيين ككل. إذا لم تتعامل معهم كطلاب فبالنهاية تستطيع أن تتعامل معهم كمواطنين، فهذا لا يعطيهم أي سبب بأن يقصروا معنا سواء كطلاب أو كجالية. صحيح. فيجب عليهم أن يكونوا حاضرين دائما. صحيح. طيب محمد، ينضم إلينا الآن لمزيد من إثراء النقاش مساعد المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية لكن في بيروت عبد الرحمن الأشول. مساء الخير سيد عبد الرحمن. مساء النور، أهلا بك. لو تحدثنا بداية أستاذ عبد الرحمن عن مصدر الاستبعاد وعرقلة الطلاب، من المتسبب الرئيسي بذلك؟ الطالب اليمني ضحية عصابة استولت على الحكم بالقوة، عصابة لا تعرف غير الفيض والنهب والسلب، وتتعامل مع معاناة المواطن بعنجهية ولا مسؤولية. ضحية هذه الحرب المجنونة التي لا نستطيع أن نتوقع لها نهاية، طال أمدها وطالت معها معاناة المواطن بالداخل والخارج. ضحية هذه الحرب التي كشفت وعرضت زيف الشعارات التي يتغنى بها نصوص السوق السوداء وتجار الحروب وأدعياء الصمود والتحرر. أكثر من 100 طالب في لبنان معظمهم ابتعثتهم وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، انقطعت منحهم المالية من تولي سلطة الأمر الواقع مقاليد الحكم. وبالأمس تم إيقاف منح 44 طالب، هم من تبقى من الطلاب المبتعثين دون وجه حق ودون إنذار مسبق. وحتى اليوم ترفض وزارة المالية اعتماد ثمن التذاكر العودة للطلاب الخريجين. تابعت بنفسي الجهات المختصة في صنعاء منذ شهور من أجل إعادة طلابنا في لبنان إلى اليمن نظرا لمعاناتهم. وبصراحة فإن وزارة التعليم الفني ما طلبت كثيرا، ورفض القائم بأعمال الوزير إحالة المعاملة إلى المالية، وحتى اليوم يرفض مدير البعثات في الوزارة التعامل مع هذا الملف. يتعامل المسؤولين في وزارتي التعليم الفني والمالية مع الطلاب العالقين بقبح وعجرفة ولا إنسانية، ولا يشعرون بمسؤوليتهم إزاء الوضع المتردي الذي يعيشه طلابنا في الخارج. طيب الطلاب الآن في الطلاب الآن في لبنان، كم نسبة الطلاب؟ تحدث عن طلاب بعثتهم وزارة التدريب الفني والمهني، كم نسبة هؤلاء الطلاب إلى إجمالي الطلاب، وكم نسبة طلاب الدراسات العليا وسواء الماجستير أو الدكتوراه؟ هم معظم الطلاب المبتعثين في لبنان من وزارة التعليم الفني، ونسبة قليلة تقريبا 20% من الطلاب الذين هم مبتعثين من وزارة التعليم العالي.
الذين تم إيقاف منحهم حدود 100 طالب، 44 تم قطع منحتهم بالأمس، يعني أبلغوا أنه هذا الربع لن يستلموا أي مرتبات. طيب يعني أتذكر يعني بالأمس كرمت السفارة في بيروت الطلاب الخريجين من المعاهد والجامعات ومعظمهم متفوقين يعني. وبالمناسبة أتذكر يعني منشور مؤلم كتب أحد الطلاب يعبر عن حالتهم المادية السيئة، يقول ذهبنا لتكريمنا في السفارة ونحن لا نجد أجرة الباص، واستعار معظمنا البدلات وربطات الأنوك التي ارتدوها في الحفل من البعض الآخر. وهذه ربما من المفارقات المؤلمة عبد الرحمن، لكن حدثنا عن دور السفارة اليمنية في لبنان، هل عملت شيء؟ هل تواصلت بشكل فعال مع من هو مكلف بذلك في وزارة التعليم العالي وكذلك وزارة التدريب الفني؟ نعم نعم نعم، السفارة لم تقصر إطلاقا في التواصل مع الجهات المختصة باليمن ومع السلطة في الرياض. يعني نحن في السفارة لا تكل معاناتنا أيضا عن معاناة الطلاب، يعني نحن جميعا نعاني من قبح سلطات صنعاء ومن الفساد. الحديث يطول عن هذا الأمر وحديثنا عن الطلاب فقط، ونحن في السفارة ليس بمقدورنا إلا أن نرفع كفنا بالدعاء للطلاب بأن يكشف غمهم ويعينهم، فلن يسمعك أحد ولا أحد في سلطة الرياض وفي أصابة صنعاء يقيم لمصلحة المواطن وزنا. أشكرك جزيل الشكر عبد الرحمن الأشول، مساعد المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في بيروت. محمد، هل هناك تواصل مع الحكومة الشرعية بالنسبة لمواقفها مع الطلاب؟ كيف تقيم مواقفها بشكل عام حتى اللحظة؟ والله إذا كان موقف الشرعية بشكل عام ضعيف مع شعبها، إذا كان الرئيس بنفسه أو الرئيس الحكومة لا يتحدث مع شعبه، فماذا توقع مع شوية طلاب؟ هم لا ينظرون للطلاب كأنهم مجرد غلطة خرجوا للخارج، قد ربما يضيق بهم الحال ويعودوا لليمن، لا يوجد أي تواصل يعني. طيب عند زيارة الرئيس عبد الرب منصور هذه إلى تركيا، هل حينها كان الاتحاد قائم. بالفعل قائم، هل تم التواصل؟ الاتحادات الفرعية كانت قائمة، وكنا في ذلك اليوم نخطط لتشكيل الاتحاد العام. أخبرنا الرئيس بما لدينا، كان لدينا تفاعل مع وزير الخارجية الدكتور المخلافي، سمح لنا أنه أي مذكرة نحتاجها من السفارة ممكن يكتب فيها المسؤول الثقافي أو المسؤول السياسي أو القائم بالأعمال وتوجه له لكي نعرض مطالبنا. نوعا ما سمح بإخراج مذكرات على كيف نقول على كيف الطلاب، كيف ما تحتاجها بيكتبها لك ويسمعها، لكن نوعا ما الاستجابات ما زالت سطحية يعني مثل ما الواقع يتكلم، ما في أي إضافات جديدة. طيب تحدثت أنت قبل قليل عن عدم وجود مستشار ثقافي في السفارة. ليش مستشار ثقافي؟ لدينا يعني لدينا مستشار قائم بأعماله يعني. ليس لدينا ملحقية ثقافية. تعلم أن لديها يكون. يعني كيف يتم الأمر؟ كيف يتم التخاطب مع السفارة وكذلك مع وزارة التعليم العالي أو بقية الوزارات التي أرسلت طلاب مبتعثين إلى تركيا؟ كيف يتم التعامل؟ يتم التخاطب. لدينا المسؤول الثقافي والسياسي في السفارة الدكتور عماد بامطراف، هو من يتولى عملية المراسلات والأرشفة وجدولة بياناتنا وإرسالها إلى التعليم العالي. أيضا أؤكد لك أنه سمعنا من الأستاذ عماد أن التعليم العالي لم يقرأ كشوفات تركيا، يعني تطلب كشف بشهر 6 وتجي شهر 9 ولا نهاية 8 تقول لي ما قريت الكشف، تخيل أنت. أيضا طريقة إرسال الأوراق التي الوقت الذي طلب منه الأوراق كان وقت خاطئ جدا، تخيل معي إذا كنت طالب بسنة ثانية. عادة تخرج الشهادة بأنك الآن في المرحلة الثالثة في شهر 9، التعليم العالي طلب الأوراق في شهر 6، بمعنى أن الطالب يأخذ وثيقة رسمية من الجامعة أنا ما زلت بسنة ثانية وأنا راسب إذن ومتعثر، ثم يأتي بشهر 9 يعطيهم الوثيقة أنه إيش ناجح. حتى الوقت غير منطقي، غير صحيح بالنسبة غير صحيح يعني تعملها. مثل ما أطلب منك أعطيني ورقة أنك راسب وأنت تكون ناجح، طيب الطلاب إيش يسووا؟ كيف يخرجوا ورقة؟ طيب بشكل عام كيف يحاول الاتحاد التعامل مع هذه النقاط؟ مثل ما قلت لك التوعية أمر مهم، أن تعرف ما لك وما عليك، الأطراف المقابلة أن تعرف ما لها وما عليها، وبعدين لكل حادث حديث، ممكن نصعد بالتدريج بالتدريج بالتدريج، لأن هذه حقوق واضحة. حتى
طريقة عرضها كما قلت تعسفية، لم تكن هنالك أي شيء منطقي خلال هذه الفترة بتاتا. طيب الآن سمعت على أن وصلنا اتصال، إذا محمد ينضم إلينا الآن من ماليزيا الأمين العام لاتحاد الطلاب اليمنيين عيبان الباشا. مساء الخير عيبان. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك عيبان. كانت هناك مشكلة أثيرت في أوساط الطلاب اليمنيين بماليزيا حول اتهامات بالفساد داخل الملحقية الثقافية، هذا القرار الجديد الآن هل ترون أنه يضاعف من معاناتكم أنتم كطلاب بداخل ماليزيا؟ بالحقيقة كان هناك فساد في الملحقية الثقافية اليمنية في ماليزيا، وهو بسبب الملحق الثقافي المساعد للشؤون المالية مهدي محمد صلاح. وفي الحقيقة قام الدكتور عبد الملك المخلافي بجهد طيب تجاه هذه القضية، بعد أن رفعنا هذه القضية مرارا وتكرارا على مسامع المسؤولين، وقام سعادة السفير الأستاذ محمد العشبي وسعادة الملحق الثقافي بالوقوف إلى جانب أبنائهم الطلاب تجاه الفساد الذي يمارس من قبل الملحق المالي مهدي محمد صلاح. وبالتالي قام الدكتور عبد الملك المخلافي بإصدار قرار تغيير مهدي محمد صلاح من الملحقية الثقافية، واحتلت الكثير من المشاكل فيما يخص الرسوم الدراسية، إلا أن الملحق المالي لا زال إلى الآن يعبث بحقوق الطلاب ويتواصل مع الداخل، والجهات الرسمية والمسؤولة في الداخل تعاملت مع الموضوع من ناحية سياسية ولم تتعامل مع الموضوع من ناحية حقوق وفساد وقضايا فساد، وبالتالي رفضوا الاعتراف بقرار وزير الخارجية الدكتور المخلافي واستمروا بالتعامل مع الملحق المالي مهدي محمد صلاح. هناك ما يقارب 100,000 دولار، هذه مديونية الجامعات في جميع الجامعات الماليزية التي يدرس فيها الطلبة اليمنيون، 700,000 دولار، ورفع بها الملحق المالي على أنها مديونية، وطالب الجهات في الداخل مرارا وتكرارا بتحويل هذه الرسوم الدراسية ليتم سداد الجامعات حتى لا يتم تأثر الطلبة اليمنيين من استمرار دراستهم على أكمل وجه. إلا أن المبلغ هذا لم يحول، واستمر الملحق العام المالي بعمله وبعبثه بحقوق الطلاب، وأساء إلى سمعة الطلبة اليمنيين أمام الجامعات، ووعد الجامعات بسداد المديونية ولم يتم تسديدها. والآن بعد أن جاء قرار تغييره رفع بأن هناك مبلغ وافر ما يقارب 511,000 دولار، ورفع بهذه التعليم الآلي والمالية، وقال بأن هذه وفورات محققة، مع أنها ليست وفورات وإنما هي حقوق طلاب تم اكتزائها، ورفض يعني تسديدها إلى الجامعات، مما سبب الكثير من المشاكل والعراقيل لجميع الطلبة اليمنيين في ماليزيا. وبالتالي قامت وزارة المالية بخصم هذا المبلغ من رسوم الطلاب من 4 طلاب للربع الثالث، والتي ما تقارب 900,000 دولار، ورفضوا تحويل المبلغ كاملا وهو 900,000 دولار، واستقطعوا 511,000 دولار على أنها وفر محقق وتصرف للطلاب كمساعدة مالية، مع أنها ليست وفر وإنما هي حقوق طلاب، والرسوم يجب أن تدفع للجامعات حتى لا يتم استمرار المشاكل المديونية واختراق الكثير من المشاكل للطلاب ويساهم في تأثرهم وتعطيلهم عن دراستهم. هذه هي المشكلة. فكفساد ما فساد هو متعلق بالملحق المالي مهدي محمد صلاح، والحمد لله تم تغييره بقرار وزير الخارجية، إلا أن آثار هذا الفساد ما زالت إلى الآن، وبالتالي لن يقف طلاب ماليزيا مكتوفي الأيدي، وهناك وقفة احتجاجية سنقوم بها أمام السفارة اليمنية يوم الخميس القادم، بالمطالبة أولا بسرعة صرف الرسوم الدراسية كونها تأخرت ما يقارب شهرين، النقطة الثانية التنزيل والتوقف المفاجئ الذي يمارس من قبل وزارة التعليم الآلي، ويتحمل كافة المسؤولية نتيجة هذا التنزيل المفاجئ والتوقيف المفاجئ للطلاب. نعم عيبة. النقطة الثالثة تذاكر الطلاب ويجب صرفها، هناك الكثير من الطلاب الخريجين تخرجوا ولم يتم صرف تذاكر سفر لهم، ولم يتم توفير رحلة سفر لهم
هذه في الحقيقة يعني ماليزيا وضعها خاص من حيث المشاكل. هناك مشاكل بسبب التعليم العالي، نعم، وهناك مشاكل أخرى بسبب فساد الملحق المالي في الملحقية الثقافية اليمنية. إذن أشكرك عيبان، وقد يعني أوجزت هذه الحالة لكم في الطلاب في ماليزيا. شكرا جزيلا لك عيبان الباشا. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام ضيفنا أيضا من موسكو الناشط الطلابي سامح السامعي. مساء الخير سيد سامح. مساء النور عليكم جميعا. نشكر قناة بلقيس على اللفتة الكريمة لقضايا الطلاب ومشاكلهم. أهلا وسهلا سامح، يعني حدثنا أكثر عن الخطوات التي ستقومون بها الآن أنتم في موسكو في روسيا بشكل عام لمواجهة هذه القرارات. احنا حاليا في التجهيز لاعتصام مفتوح ان شاء الله في السفارة اليمنية في موسكو، وسيكون الاعتصام مفتوح حتى يتم تلبية مطالبنا، والتي تتمثل في عدة مطالب اهمها هو اعادة الطلاب الذين تم تنزيلهم وهم قيد البحث والدراسة، وتبقى عام كامل على موعد تخرجهم. إضافة إلى الطلاب الخريجين الذين كان من المفترض أن يستلموا المستحقات لآخر ربع مع تذاكر العودة إلى اليمن. مع الأسف لم يتم إعطائهم آخر المستحقات وكذلك تذاكر العودة. وهذه مشكلة كبيرة، لأن أغلب الطلاب حاليا الإقامة ستنتهي بعد عدة أيام ويجب عليهم مغادرة روسيا. طيب في هذه النقطة تحديدا هناك إشكالية أيضا عدم وجود محطات أو مطارات تستقبل الطلاب الذين يجب بهم العودة إلى صنعاء أو إلى اليمن بشكل عام. كيف سيتم التعامل مع هذه الأشكالية حتى في حال ما تم إيراد الأموال لكم؟ بالعكس، الطلاب مجبرون على مغادرة روسيا تحت أي ظروف، خصوصا إذا انتهت مدة إقامتهم الدراسية. هناك صعوبة كبيرة جدا في العودة إلى اليمن، ولكن حاليا الحكومات الروسية أو في الدول المختلفة لا تنظر إلى الوضع هل هو ممكن أو غير ممكن العودة. إذا انتهت إقامة يجب عليك المغادرة بغض النظر أي كانت الظروف. إذن أشكرك ناشط الطلابي سامح السامعي، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو. محمد، تبدو أن هناك معاناة، جميع الطلاب تحدثوا عن معاناة، وتبدو أن أيضا هذه المعاناة تتشابه من مكان لمكان، لربما في مواطن أخرى هناك فساد في داخل جسد السفارات اليمنية هناك. في تركيا هل هذا موجود؟ في تركيا لا، في الفساد المالي لا يوجد الحمد لله. بالنسبة للمسؤول المالي هو إنسان نشيط، أول ما توصل الفلوس أو نسميها إحنا بالأصح مصطلحنا الأرباع يتم تحويلها مباشرة إلى البنوك ثم تصرف للطلاب. لا يوجد تأخير، لا توجد استثمارات، لأن كان في من قبل يعني في دول مختلفة حكاية استثمارات يأخروها وما ذلك، لكن الحمد لله لدينا ناس واعين، أمور الصرف تتم مباشرة، مجرد ما يحول المبلغ يتم صرفه. لا يوجد أي تلاعب من ناحية الطلاب حسب ما نشاهد وحسب ما عشنا خلال هذه السنتين والثلاث الماضية، لا يوجد أي فساد مالي تجاهنا كطلاب. أما أشياء أخرى لا يعلمها إلا الله. بكل تأكيد. طيب الآن أنتم في تركيا، هناك طلاب في روسيا، هناك طلاب في مصر، هناك طلاب أيضا في ماليزيا، هل هناك نوع من التنسيق ما بين جميع هؤلاء الطلاب لمحاولة توحيد الجهود والضغط سواء باتجاه سلطة الانقلاب في صنعاء أو كذلك الحكومة الشرعية التي هي في الأخير هي المسؤول الأخير والأول والأخير عن الطلاب المبتعثين بالخارج؟ يوجد لدينا التنسيقية العليا للطلاب اليمنيين في على مستوى دول العالم. ننسق حقيقة نحن من قبل عدة أشهر منذ الربع الثاني وربما الأول. طريقة تعاملنا مع الداخل هي الطريقة نوعا ما واعية، نحن نعامل أنفسنا كأننا سفراء لبلادنا، نتعامل بدبلوماسية عالية معهم، لا نستطيع أن نصف طرف أو طرف مهما كان. من وجهة نظرنا الشباب هو ثروة الوطن بغض النظر عن انتمائه السياسي. أنت وجهت الشباب من أجل بحث عن رصيد للوطن، فلذلك يجب عليك أن تحافظ على رصيد الوطن الخارج ممثل بالثروة البشرية والفكرية العقلية، فيجب عليهم أن يعوا
ماذا يعني قيمة الطالب؟ الطالب هذا سيعود سيبني سيعمر سينقل لك علوم جديدة أفكار جديدة لغات جديدة سيترجم لك يوما من الأيام. قد تسافر يوم من الأيام الطالب الذي ابتعدت سوف يكون لك رفيق ويترجم لك ويفيدك أفضل من أن تقطع عليه المساعدة المالية. هناك علي من يعو طريقة التعامل. نحن لا نتعامل معهم بالمصطلحات البسيطة، يعني ليس تعاملنا معهم سطحي، ولكن سيكون واعي إن شاء الله، ويكون هناك نقل تدريجي في الخطوات التصعيدية، لكي لأنه في كل مرحلة تحتاج الإنسان أن يكون واعي أكثر وأكثر وأكثر، أما خطوات عشوائية لن نتجه لها إطلاقا. جيد. طيب سينضم إلينا أيضا محمد ضيفنا من مصر، رئيس اللجنة التنسيقية للطلاب اليمنيين في القاهرة الدكتور محمد كزعول. مساء الخير دكتور. مساء الخيرات، وأهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بقناة بلقيس، وشكرا لكم على تغطية هذا الحدث الذي يهم شريحة كبيرة من يعني أبناء الوطن. بكل تأكيد هذا واجب القناة واجب جميع الإعلاميين. دكتور محمد، كم هم الزملاء المبتعثين للدراسات العليا في جمهورية مصر العربية وكذلك إجمالي الطلاب هناك؟ الله يا أخي الكريم، بالنسبة للطلاب المبتعثين إلى مصر فهم أعدادهم تقريبا أكثر من أي أعداد أخرى بالدول الأخرى، فهم تقريبا الإحصائية تقريبا 800 طالب مبتعث إلى مصر عن طريق التعليم العالي. هناك طلاب مبتعثين من جهات أخرى سواء بالدراسات العليا أو بمرحلة البكالوريوس، وهناك طيب طلاب، يعني عدد الطلاب في مصر تقريبا ما يتعدى 4000 طالب، إنما طيب المبتعثين عن طريق وزارة التعليم العالي ما يتعدى 800 طالب. بذلك كم هو حجم الضرر الذي ترتب عليكم إثر يعني هذه القرارات من قبل الإنقلابيين التي حرمتكم مخصصاتكم المالية؟ أخي الكريم، بالنسبة للضرر أتوقع أنه طلاب مصر هم الأكثر ضرراً من الدول الأخرى. فنحن في مصر نعاني من عدة مشاكل، يعني بالنسبة للطلاب، أول مشكلة الطلاب هناك طلاب استمراريات، طلاب افتعثوا لدراسة الماجستير والدكتوراه، كل واحد أصرت له قرارات إفاد من الجامعات، مدرسين أعضاء هيئة تدريس في الجامعات أصرت لهم قرارات، معيدين أصرت لهم قرارات لدراسة الماجستير والدكتوراه في مصر، ولما أجوا وخلصوا الماجستير وحصلوا على امتيازات ورفعوا رأس بلدهم في مصر تفاجأوا بأنه تم إيقاف الاستمرارية تبعهم، تم إيقاف الدكتوراه، يعني بعد صدور هذه القرارات وتم عمل العديد من المحاضر بين رؤساء الجامعات وبين المالية، تفاجأوا بأنه القائم بأعمال وزير المالية ووكيل الوزارة أمين عبد العزيز يرفضوا توقيع هذا التعزيز للطلاب، رغم أنه أنا طالب معي قرار إفاد، قرار إفادي بتاريخ معين، قرار إفادي يعني بماجستير ودكتوراه، وفي الأخير أنا أحرم من هذه الدكتوراه. يعني لماذا هذا؟ يعني نعم دكتور، التعسف والمماطلة بحق الطلاب اليمنيين في مصر. يعني الآن الطلاب، طيب دكتور، يعني وضحت هذه الفكرة بسؤال أخير دكتور والمعذرة لأن الوقت ضيق، هل فكرتم أنتم في القاهرة إثارة هذه القضية لدى مجالس المختصة في الجامعة العربية بعجالة إذا سمحت؟ والله نحن إن شاء الله يعني أن نصعد الأمر وأن نفكر يعني بتحريك القضية هذه في أكثر من مجال وأكثر من محفل إعلامياً، وحتى الوصول الأمر إلى جامعة الدول العربية. يعني هذه حقوقنا، أنا كطالب، أنا مثل الوطن، أنا مثل البلد، أنا هنا بلا حقوق، يعني أنا لا دخل لي بالسياسة. نعم دكتور. ولا دخل لي بالانتماء لهذا أو هذا، نحن هنا نمثل الوطن ونرفع رأس وطن، ونحن هنا طلاب علم نريد حقوقنا، لا نريد غير ذلك، ما نشتغل بأي سياسة. أنت لما تبعث لي الطلاب تبادل ثقافي رفعوا رأس اليمن وجابوا أوائل الجمهورية، أشكرك، 40 طالب أو 50 طالب من سنة مستحقاتهم واقفة، لماذا؟ يعني راحوا مصر يدرسوا بقرار إفاد أنهم أوائل على مستوى الجمهورية، أشكرك دكتور، مصر من سنة لم تصرف مستحقاتهم، لماذا؟ إذن عضو اللجنة التنسيقية للطلاب اليمنيين في القاهرة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك دكتور محمد كزعول. محمد، في عجالة ما هي يعني أريد منك تعليق حول موضوع هذه القرارات، كما سمعت من زملائك عبر الهاتف أو بمجمل ما سمعته من زملائك بالنسبة لقرارات الإيقاف لم تكن منطقية، ردود أيضا الردود الذي نسمعها من التعليم العالي ليست منطقية، كيف أطلب منك أوراق في شهر 6 ثم أقول لك لم أقرأ الأوراق، إذا كنت أنا لا أقرأ فلا داعي لأن أطلب الأوراق، هذا أول شيء.
ربما الشباب متخوفين من أن قد يتم إيقاف توقيع البنك المركزي عن في صرف المستحقات القادمة أو نقل البنك المركزي إلى عدن؟ على أي طرف سواء كان الحكومة الموجودة في الرياض عندما تتبنى قرار نقل البنك المركزي عليها أن تكون سريعة في قرارات المعالجة، بمعنى أن القرارات الجديدة من الحكومة يجب أن تكون بحركة موازية لحركة المعالجة، ما لم ستكون حركة سلبية وتضاف لرصيدها السلبي إن كان لديها رصيد سلبي، فيجب أن تتم الأمور بالطريقة الصحيحة. أشكرك محمد العلفي، كنت معنا في حلقة اليوم، أنت رئيس اتحاد الطلبة اليمنيين في أنقرة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ولجميع الضيوف الذين كانوا في حلقة اليوم. نرجو أن نكون وفقنا في عرض هذه الإشكالية الخاصة بالطلاب المبتعثين اليمنيين في الخارج. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمن وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.